إدنا عارفين أنك بتعرف تتكلم علشان بتعرف تعمل أتات وعارفين أنك وإنت بتتكلم بتفكر بالعربي الأول في السرق بعدين بتترجم للإنجليزي وعارفين أنك ما عندكش حصيلي كلمات كفاية علشان تتكلم ومش بتعرف تتكلم بجرامة صحي ولو شوف فيلم أجنبي من غير ترجمة مش بتفهم كل كلام زي الفيلم العربي أحسن طريقة في العالم تقليب تتكلم إنجليزي هي طريقة الممارسة بالسفر برا وأحسن مكان في مصر تتعلم فيه إنجليزي هو أكتر مكان تعريف تعليمه تشبه لطريقة الممارسة بالسفر برا أكنا هلونا طريقة الممارسة بالسفر برا وعملنا محاكاة ليها بالضبط جوا أكاديمية مش كورسات مع مدرسين أجانب ومدرسين مصريين وده موقع الأكاديمية أكنا مش زي الكورسات أكنا أكاديمية مش كورسات إن أقرب طريقة تشبه الممارسة بالسفر برا ما أنا هتكلم إنجليزي تلقائي زي العربي ما أنا لو اتفرجت على فيلم أجنبي هتفهمه من غير ترجمة أكاديمية مش كورسات من غير كتاب بنعلمك الجرامر من غير شرح قواعد الجرامر بعده ما سفر برا جربت تسافر جوا بس الموضوع عايز وقت زي سفر برا تدقيش تقلم مستوى والدنين وعايز تبقى أوباما في الإنجليزي انت هتس بفرق كبير لو هت مستوى واحد لكن لو عايز تكلم إنجليزي زي الأجانب لازم تخلص كل المستويات فرو أكاديمية في مصر الجديدة ودوحي ومدينة ناصر